بحضور رؤساء وممثلي عدد من الكنائس وأبناء الرعية، أقيم في كنيسة السيدة الرعاة في بيت ساحور قداس شكراً بمناسبة اليوبيل الكهنوتي الفضي على رسامة الأب الأيكونومس ممدوح أبو سعدة كاهناً في أبرشية الروم الملكي الكاثوليك وتقليده الصليب المقدس. وقد ترأس القداس النائب البطريركي لأبرشية القدس للروم الملكي الكاثوليك المطران ياسر العياش. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي العام لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك قداساً احتفالياً في كنيسة سيدة الرعاة في بيت ساحور، وهو قداس الشكر بمناسبة اليوبيل الكهنوتي 25 عاماً على رسامة الأب ممدوح عيسى أبو سعدة كاهناً في أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك. وقد شارك في القداس عدد محدود من الكهنة والراهبات وبحضور رؤساء وممثلي الكنائس المدنية، كما حضر الاحتفال عائلة الأب ممدوح. الله إلهنا يا من يدبر الكل بحكمته وقد صنع خلاصنا بتدبير تجسده، بارك أخينا الأب ممدوح يوسف في رتبة إيكونوموس، قوه وشدده ليكون حكيما في خدمته مرضيا لديك. صلواته وشفاعة سيدتنا والدة الإله الفائقة القداسة، فإن اسمك الكلي الإكرام وعظيم الجلال مقدس ومجد أيها الآب والابن والروح القدس يسوع المسيح إلهنا الساكن في العلا والسائر على الذين. نطلب إليك أن ترسل بركتك السماوية على هذا الصليب وتملاه من قوتك فيقضي على كل ما على كل حيلة شيطانية ويزيلها، جالبا لنعمتك لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ألقى المطران العياش كلمة شكر لله أولاً على هذه النعم، حيث أعلن من خلالها منح البطريرك يوسف العبسي بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين رتبة الإيكونوموس للأب ممدوح وتقليده الصليب المقدس، مع أمنياته بالتوفيق الدائم في رسالته الكهنوتية. ما أعظم نعمة الكهنوت اليوم أبونا ممدوح أبو سعدة بيحتفل ب 25 سنة كهنوت، فمنبارك له باسمي أنا وباسم سيدنا البطرك بالدرجة الأولى وباسم سيدنا يوسف الزريعي والكل جميع الآباء وكل الحاضرين بهالأبرشية. لكن بنفس الوقت هاي فرصة لحتى لينا احنا نراجع ذواتنا بكهنوتنا اللي أخذناها، وبنفس الوقت إنه نقدر هالنعمة اللي أعطيناها من الله تعالى نعمة الكهنوت، وانه احنا بنحمل يسوع كل يوم بين ايدينا بشكل القربان المقدس تحت شكل الخبز والخمر. بنفس الوقت يمكن هاي فرصه لحتى لين نراجع ذواتنا ونصلي من اجل الدعوات الكهنوتيه والرهبانيه بالكنيسه، وخصوصا ببلادنا بالاراضي المقدسه في منطقه الشرق الاوسط، لحتى لين يتابعوا عمل يسوع الخلاصي، عمل يسوع المحبه، رسالة يسوع، رسالة الكنيسة، السلام والمحبة فيما بين الشعوب، حتى يصل رسالته إلى قلب كل إنسان. وبنفس الوقت لحتى لين إنه هالوجود المسيحي يبقى حاضر شاهداً ليسوع المسيح طيلة أيامه وطيلة وجوده في هالمنطقة، خصوصاً أمام هالتحديات الكثيرة اللي عمالنا منشوفها بهالمنطقة في هالعالم كله. نصلي لحتى يا الله تعالى يرفع عنا شدة الكورونا،
لحتى نرجع ونرفع صوتنا بأعلى في منطقة في كنايسنا، نمجد الله تعالى ونشكره على وافر نعمه. أنا اليوم بدي أتشكر نورسات اللي بتتابعنا دائما، بتنقل لنا هالحدث، أي حدث كنسي بمجد يسوع المسيح إلى كل قلوب، إلى كل القلوب، إلى كل بيت، إلى كل إنسان. هاي رسالة كمان، هي رسالة عظيمة جدا، شهادة ليسوع المسيح، منفتخر فيها ومنعتز فيها. منبارك لهم كمان هم بهالكهنوت لأبونا ولكل الكهنة اللي بيحتفلوا في كل المناطق. منبارك لكل كهنتنا وخصوصا بهالأيام هاي. أنا صار لي 33 سنة بالضبط خوري بهالأيام هاي بالذات، فأنا بس بهني كمان نورسات في عندنا في الأردن، نورسات الأردن على رسالته في منطقة في الأردن وفي أيضا في الأراضي المقدسة. ونطلب من الله تعالى أن يعطيهم القوة والشجاعة لحتى يكملوا رسالتهم بالرغم من كل التحديات. مبروك لهم دائما، ويسوع يبارككم والعذرة تحميهم. وفي نهاية القداس قدم الأب أبو سعدة الشكر لجميع الذين رافقوه طيلة هذه الفترة وهي مليئة بالعطاء وخدمة الآخرين. اليوم هو يوم مميز لأنه نحتفل في اليوبيل الفضي الكهنوتي 25 سنة على لسامة الكهنوتية على يد صاحب السيادة المطران لطفي لحام في ذلك الوقت، وهو أصبح بطريركا باسم غريغوريوس الثالث لحام. اليوم هو يوم مميز في حياتي حيث مضت 25 سنة في الخدمة الكهنوتية في عدة رعاية وعدة مراكز، وكلها بقوة الروح القدس إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم الجميل. أنا بطلب من ربنا أنه يعطينا القوة ونعمة الروح القدس حتى نستمر في الخدمة والعمل الروحي وعمل الخير وتقديم الأسرار إلى المؤمنين. وأنا بشجع جميع الشباب في هذا الوقت وفي هذا العصر وفي هذه الجائحة أن يتقدموا ويقبلوا إلى الكنيسة أكثر وأكثر، لأنه نحن قد نشأنا والتنشئة المسيحية كانت لها أثر في الكنيسة وفي الرعية وفي الشبيبة، والدعوة الكهنوتية حتى أنها قد نمت أثناء العمل الرعوي وأثناء النشاطات، ولها الأثر الكبير في النفس حيث أنها ساعدتني على دعوتي الكهنوتية. لذلك أقول إلى الشباب، التزموا في كنائسكم لكي ما تكتشفوا دعوتكم حتى تسيروا على المسار الصحيح. نحن بحاجة إلى أن نستمر في الكهنوت وفي الخدمة وممارسة الأسرار. وقد قدمت إلى الكنيسة كتاب القداس الإلهي، وهو كتاب الأفخارستيا ويعني الشكر. هذا الكتاب إلى جميع المؤمنين وعدلنا عليه، أدخلنا المجدلة الكبرى وطربريات القيامة لكي ما يتسنى للمؤمن، لكي ما يشترك في الجوقة وفي التراتيل، يعيشوا الليتورجية ويعيشوا حياة الأفخارستيا ويتناولوا جسد ودم ربنا يسوع المسيح له المجد. أشكر في النهاية النورسات الأردن على تغطية هذا الحدث الكبير، وأتمنى أن يستمروا في عملهم من أجل الكنيسة ومن أجل الشباب حتى ننشر كلمة المسيح والإنجيل المقدس في أنحاء العالم، بنعمة الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. وبعد القداس أقيم حفل استقبال في ساحة الكنيسة، تم من خلالها تقديم التهاني للأب أبو سعدة ولذويه وللكنيسة. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين بيت ساحور. فين تغريدة يا مدام؟